By the pressure gradient, I think he will take us to navigate through the lung for graphic interpretation. Dr. Mustafa. فبقول لها طب يعني عدلت انا شويه البيك فلو، قللت الاي ريشيو، يعني حسنت الدنيا، الالارم خلص انتهى الحمد لله شيء كويس قوي. فقلت لها طب يعني ما في حاجه قصادنا عندنا هنا؟ قالت لي اصل يعني انا دي نايب كان بقالها سنه او حاجه زي كده شغاله او سنتين. فقلت لها طيب، قالت لي اصل يعني حكايه الجرافيكس دي صعبه وممله ويعني ما حدش مركز فيها. قلنا طيب يبقى نحاول ان احنا نشرح الجرافيكس او الجرافيك ديسبلاي او هاو تو انتربريت. لان مهم قوي الجرافيكس عندنا في الاي سي يو، كل اللي بيشتغل اي سي يو كل ما يحط عينه على ميكانيكال فنتليشن مهم قوي ان العيان يبقى ماشي كويس قوي مع الفنتليتور عشان يمنع بيشنت فنتليتور اسينكري عشان نشيل العيان بدري. ممكن العيان في بعض الاوقات باستدعى كبالمونولوجيست يقول لي انا العيان كويس قوي وزي الفل، بلاد جاس كويسه، بس العيان مش قادر اشيله. نبص على الجرافيك ديسبلاي، ابص الاقي فيه العيان شغال في وادي، الفنتليتور شغال في وادي تاني، في بيشنت فنتليتور اسينكري، وده وارده جدا مع الميكانيكال فنتليشن. الميكانيكال فنتليشن بتعمل حاجه اسمها فنتليتور انديوس دافراجماتيك انجري بعد 12 ساعه او لغايه 24 ساعه، وبالتالي لازم يحصل سينكرونايزيشن. مش هيبان السينكرونايزيشن قوي ده غير بالجرافيكال ديسبلاي، وبالتالي ده موضوع الجرافيك. طب ايه الجرافيكس بقى؟ انا هقدر اشغل من عندي من هنا كده؟ ايوه مش هينفع؟ لا. طيب الجرافيكس they are waveform that reflect patient ventilator system and their interaction. انا ما بحط عينه ميكانيكال فنتليشن، ما عنديش بارامتر واحد بس ان الجهاز يبقى مظبوط، لا، الجهاز بيشتغل، العين بيستقبل الجهاز، وبالتالي يبقى في سينكرونايزيشن ما بينهم. ممكن ابص الاقي العيان بقى عيان اريتابل على الجهاز. لو انا شلت فصلت ما بين العيان وما بين الجهاز، هفصل القوات، اشوف المشكله فين. المشكله عندي في الفنتليتورز ولا المشكله عندي في مين؟ في الجهاز. ولو انا عندي الجرافيكس هتقدر تقول لي المشكله فين قبل ما افصل وقبل ما الحاجات دي كلها. الجرافيكس دي ار الويف فورم دي ريفلكت ذا بيشنت فنتليتور سيستم اند انتراكشن. مهم مونيتورنج واناليسيس اوف ذا جرافيكال ديسبلاي of the curve واللوب during mechanical ventilation. مهم قوي، critical، مهم لينا كلنا عشان البيشنت being ventilated ازاي، to assess the problem occurring during ventilation. ده مجرد ان انا ابص على mechanical ventilation اقول اذا كان العيان ده محطوط على pressure targeted ventilation ولا volume targeted ventilation، اذا كان العيان ده الفلو بتاعه اذا كان او pressure triggered flow triggered، كل البارامترز اللي انا متوقعها او اللي انا بظبط بيها mechanical ventilation. مجرد ان انا احط الجرافيك ديسبلاي بتاعي اقدر ان انا اوصل العين ايه المشكله بتاعته. عندي نوعين من الجرافيكس، عندي ريل تايم ديسبلاي اللي هو اسمها سكالرز، وفي نفس الوقت اللوبز اللي هو اتنين زي بالظبط بالموري فانكشن. عندي فلو فوليوم لوب وعندي بي في كيرف، خلاص، برضو بريشر فوليوم كيرف، ودول الاثنين دول مهمين. سكالرز ده البريشر والتايم والبريشر والفلو والفوليوم ديسبلاي اجينست الريل تايم، تمام؟
ده السكالرز بيتحط في الجهاز الفلو فيرسس. دول السكالرز فلو فيرسس تايم او بريشر فيرسس تايم او فوليوم فيرسس تايم. زي ما هنعرف بعد شويه كل واحد هناخده ونشوف اللوبز. عندي نوعين مهمين جدا، بريشر البريشر فوليوم بي في كيرف، والبي في كيرف ده مهم قوي في الكومبلاينس بتاع العيان او العيانين خصوصا الادال الاي ار دي اس، والفلو فوليوم لوب زي بالموري فانكشن العاديه. وبالتالي هنقدر ان انا اشوف العيان كان اوبستراكتد ولا مش اوبستراكت، عنده اير ترابنج ولا ما عندوش اير ترابنج. مش هيبان الاير ترابنج والاوتو بيب غير بمين؟ غير بالجرافيكال ديسبلاي بتاعتي. طيب ده اللوبس، ده الديسبلاي بتاع اللوب سواء البي في كيرف او سواء الفلو فوليوم لوب عكس النورمال اللي هو بيحصل عندنا. طيب اما ناخد بريشر تايم كيرف الاول خالص، نورمالي اللي بيحصل اثناء البريشر ان هو العيان يبدا انسبيريشن نيجاتيف وبعدين اكسبيريشن بوزيتيف. ده الطبيعي خالص، ده السبونتينيوس. انما في الميكانيكال بريثز الدنيا مش كده، ده اسمه بوزيتيف بريشر فنتليشن. يبقى كل البريشر او كل الويف فورم شكلها او كل الانسبيريشن والاكسبيريشن اباف الايه؟ اباف بوزيتيف. وبالتالي ادي الانسبيريشن وادي الاكسبيريشن، عكس اللي كان موجود قبل كده انسبيريشن الاول وبعدين اكسبيريشن. لا انا ما عنديش ده، كل السايكل دي الريسبيراتوري سايكل كلها، ده الانسبيريشن والجزء ده مين؟ الاكسبيريشن. طب امال ايه الجزء اللي تحت ده؟ ده الزيرو ليفل وده البوزيتيف. يبقى ده مين؟ الليفل اوف بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، البي اللي انا ابلايد بتاعه. طيب ده البريشر، ده البيك انسبيراتوري بريشر، اقدر ان انا ديسبلاي من البريشر تايم كيرف ده البيك انسبيراتوري بريشر، وده هيبقى ايه؟ الانسبيراتوري تايم. جزء ده الانسبيراتوري تايم، ده بيك انسبيراتوري بريشر، وبعدين بعد كده الايه؟ الاكسبيريشن فولوز، ده البيك انسبيراتوري بريشر، وبعدين ده الاكسبيريشن، جزء ده كله الاكسبيراتوري سايكل. زي ما احنا قلنا بالظبط الانسبيريشن از ان اكتيف، وبالتالي انسبيريشن تلت الايه؟ الاكسبيريشن. وانا بحاول اخلي الاي اي ريشيو حتى بتاعتي 1:3 عشان اخلي العينين الاوبستراكتيف اير واي ديزيز يا عندهم مور اكسبيريشن اكتر من الانسبيريشن. وده ده اول حاجه، وبالتالي يقدر يقول لي البريشر ومحطوط حاط العيان على بي ولا لا. الحاجه الثانيه يقدر يقول لي اذا كان العيان بيتنفس سبونتينيوس ولا العيان كنترولد بريثس. دي ميكانيكال بريثس، بدا هل في هنا اي ايفورت للعيان؟ اي ايفورت للعيان لازم يبقى نيجاتيف، لازم يبقى الماينس. هقدر انا اوكي طيب اوكي اسف مني يعني انا كده ايه احنا كده لا خلاص هنا كده لا ما مش عارف لا نزل تمام بس لسه تقريبا لسه ما تعرفش. طيب لا هو تعرف كده انت بتقول لا هو كده تعرف الشكل تمام يا جماعه. ده عيان ميكانيكال توتال ميكانيكال، مفيش بيشنت اف. لازم ما يحصل بيشنت اف عندي ايه اللي يحصل؟ لازم يبقى فيه نيجاتيف انسبيريشن صح؟ اهو العيان هيتريجر هنا يديني النيجاتيف انسبيريشن. يبقى انا هقدر اقول اذا كان العيان اذا كان البريث اللي متاخد ده هي في بعض الفنتليتورز بتقولي اذا كان اسيستد ولا سبونتينيس، في بعض الفنتليتورز ما بتقوليش، وبالتالي هقدر انا اشوف اذا كان ده اسيستد ولا اذا كان ده ايه؟ اذا كان ده سبونتينيس. ده البيشنت تريجرد بريثس. طيب يبقى ده الاسيست، ده البيشنت تريجرد، وده الميكانيكال تريجرنج للعيان. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه، العيانين لما بحطهم على اس اي ام في او بحطهم على اسيست كنترول او بحطهم على بريشر سبورت فنتليشنز ان اديشن للاس اي ام في، بيحصل لي ممكن يبقى في عندي مين؟ انسبيريتوري انسبيريشن، ممكن في اكسبيريشن، في حاجه سبونتينيوس وفي حاجه ميكانيكال. يبقى ده سبونتينيوس، بيشنت بيتنفس طبيعي لوحده without support، وده الميكانيكال فنتليشن. الميكانيكال الجهاز هو اللي بيدي، اقدر افرق ما بين هنا التايدل فوليوم بتاع البريشر بتاع العين شكله ايه، وهنا البريشر بتاع الميكانيكال بريثس شكلها ايه. وبالتالي من الجرافيكس او من البريشر تايم كيرف بريشر تايم لوب اقدر ان انا ايه يقول لي شكل الايه؟ الجراف شكله ايه؟ او العيان ماشي سبونتينيوس ماشي اسيستد ماشي توتالي ميكانيكلي فنتليتد. في حاجه تانية من البريشر تايم تقول لي اذا كان العيان ده اوريدي فوليوم كنترولد ولا بريشر كنترولد فنتليشن. وانس بريشر كنترولد فنتليشن يبقى عندي شكل البريشر سكوير، لازم يوصل لغايه بيك كده ويبقى فيها سكوير فورم، ده شكل البريشر في البريشر تارجت فنتليشن. الفوليوم لا،
لازم يبقى في بيك، وبعدين ممكن لو انا ابلايد انسبيراتوري بلاتو هيبقى في كده انسبيراتوري بلاتو، وبعدين ينزل على مين؟ على الاكسبيريشن. ده اللي هو مين اهو. طب ده بريشر ولا فوليوم؟ ايام بريشر تارجتد ولا فوليوم تارجت فنتليشن؟ فوليوم ولا بريشر؟ فوليوم مش بريشر. ليه فوليوم؟ لان عندي هنا حاجتين، عندي بيك انسبيراتوري بريشر وعندي بلاتو، صح ولا لا؟ خلاص يبقى ده فوليوم كنترولد فنتليشن. طب ايه ميزه ايه الفرق؟ طب الفرق ما بين بيك انسبيراتوري بريشر والبلاتو بريشر ده يفرق معايا؟ لو ترانس ايرواي بريشر هيفرق معايا في حاجه؟ حد من الشباب يقول لنا، خليها انتراكتيف كده. لا لا هيفرق معايا العيان لو ديستريس وعندي انكريس بيك انسبيراتوري بريشر. لو انا دخلت على العيان ولقيت له عيان ديستريس والبيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي، المشكله فين؟ ايرواي ريزيستنس او في اللنج، في اللنج كومبلاينس. هفرق ما بينهم ازاي؟ اللي هو الاثنين دول، الحته دي مهمه جدا، ان لو البيك انسبيراتوري بريشر عالي والبلاتو عالي يبقى المشكله مش في الايرواي، المشكله في اللنج بارينكما اتسلف. يبقى ممكن العيان جاله نيوموثوركس، ممكن العيان جاله كونسوليديشن تاني، جاله دخل في اكيوت لنج انجري، خلاص. وبالتالي تبقى المشكله في مين؟ سوري تبقى المشكله في اللنج بارينكما. انما لو لقيت البيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي قوي والبلاتو نورمال يبقى المشكله في الايرواي. يبقى انا قدرت ان انا احل المشكله بدون يعني عرفت السايت مكان المشكله فين، وبالتالي ابلاي الحل بتاعي على اسس. وبالتالي البريشر ويف فورم تقدر تقول لي اذا كان في العيان عنده اوتو بيب، بس دي هتبقى اكتر في الفلو. اذا كان العيان عنده ايرواي اوبستراكشن، وافرق ما بين الايرواي اوبستراكشن والمشكله بتاعه اللنج ميكانكس، او عن طريق قلنا الفرق ما بين بيك انسبيراتوري والبلاتو بريشر، العيان عنده اسينكرونايزيشن ولا لا، وده بيبان ان العيان بياخد نفس بس الجهاز ما بيدلوش، يبقى ده ان افكتيف ايفورت. يبقى في بريشر موجود بس الجهاز ما مش متعرف عليه، مشكله فين؟ لازم ان انا ايه اوصل للمشكله معايا. او ما هو التريجرنج ايفورت، العيان بيدي بيعمل مجهود ومع ذلك ما فيش ايه قصاده ريوردنج. ده اللي كنت بقول لكم عليه، لو البيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي يبقى انكريز ايرواي، والبلاتو نورمال يبقى انكريز ايرواي ريزيستنس. لو البيك انسبيراتوري بريشر بتاعي عالي والبلاتو عالي برده معاه، يبقى اللانج كومبلاينس هي اللي ايه، هي البلورال فيوجن بالمونري امبوليزم نيوموثوركس او واتيفر. ده بريشر تايم جراف. ناخد الفلو تايم جراف. الفلو سبونتينيسلي ده الانسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن. لازم الاكسبيريشن يوصل لغايه مين؟ لغايه الزيرو. ده الزيرو، ده التايم، وده الانسبيريشن. الاكسبيريشن فوق، اكسبيريشن تحت. ده السبونتينيوس بريثس، مختلف عن الميكانيكال بريثس. الميكانيكال بريث عاده الانسبيريشن يبقى سكوير، وممكن يبقى ديسيليريتنج، انا بتحكم فيه من الايه، من شكل السايكل من بره من الفنتليتور، او يبقى ديسيليريتنج، او ممكن يبقى سن. تمام، كل ده انا بتحكم فيه على حسب الايه الفنتليتور اللي موجود معايا. ده الانسبيريشن وده الاكسبيريشن، سواء كده او كده لازم الاكسبيريشن يوصل لغايه مين؟ الزيرو. لان لو الاكسبيريشن ما وصلش لغايه الزيرو يبقى في فلو شغال وبدا العين ياخد نفس، يبقى دينوتنج ان في عنده اوتوبيب. يبقى ده طريقه من طرق ان انا اقدر اشخص الاوتوبيب، والاوتوبيب ده فيري هيدن ايتم، لان العيان ما بقاش سينكرونايزنج مع الجهاز، يبقى عنده ويننج فيليا، يبقى عنده دايناميك انستابيليتي، وانا مش عارف ايه السبب. مجرد بس ان انا ابص على الكيرف او ابص على الجراف اقدر يقول لي. ده شكل الفلو، ممكن يبقى سكوير، ممكن يبقى ديسيليريتنج، بس لو انا استخدمت الديسيليريتنج الانسبيراتوري تايم بتاعي بيزيد. وبالتالي في العيانين الادلت او الاي ار دي اس، اما اجي استخدم فوليوم تارجت فنتليشن ممكن استخدم فوليوم تارجت فنتليشن ومعاه ديسيليريتنج فلو. ده يساوي بالظبط بريشر كنترول فنتليشن. يعني كان في فتره من الفترات قالوا ان البريشر كنترول اعلى من الفوليوم كنترول، لا دلوقتي هي الفوليوم كنترول مع ديسيليريتنج فلو احسن من او يساوي البريشر كنترول فنتليشن، والاثنين اندر تيرم لانج بروتكتيف فنتليشن. طيب ادي الانسبيريشن بيوصل لغايه الاخر، ده الانسبيريشن، ده البيك انسبيراتوري فلو ريت، وده بدايه الاكسبيريشن، وده الانسبيراتوري تايم كله، وده الاكسبيراتوري تايم. مهم قوي السايكلز دي، عشان يعني لو انا الاكسبيريشن بتاعي قليل
والبيك اكسبيراتوري فلو ريت، بيك اكسبيراتوري فلو بتاعي مش واصل لغايه تحت، ممكن اشخص بيه حاجات زي ده الاكسبيريشن. اكسبيراتوري فلو ريت مهم قوي، وده الديوريشن اوف اكسبيراتوري فلو، ولازم الاكسبيريشن زي ما احنا قلنا يوصل لغايه مين؟ لغايه الزيرو. ده لو انا حاطط بلاتو. نيجي بقى للجزء الاولاني، انا بحط العين على الجهاز، طيب وانا بحط البيك فلو ولا الجهاز هو اللي بيديله البيك فلو؟ وانس ان انا حطيته على فوليوم كنترول او حاجه، لازم ان انا اتحكم في مين؟ في الانسبيراتوري فلو ريت بتاع العيان، صح؟ طب افرض ان الانسبيراتوري فلو ريت بتاع العيان اكتر من اللي انا مديهوله، العيان هيتعب ولا مش هيتعب؟ هيبقى فيه اسينكرونايزيشن. طب اقدر اديتكت ازاي؟ حد يقدر يقول لي؟ بالويف فورم دي فقط. عم بياخد نفس، بياخد عنده كابابيلتي عاليه، بس مش هيقدر ان هو ايه، اعرف منين إيه عنده كابابيلتي عاليه؟ شكل الفلو يبقى كده، ان هو العين بياخد نفس جامد قوي، تمام، وانا بديله بيك فلو 70 وهو محتاج 100، مش هتبان غير بمين؟ غير بشكل، مفيش حاجه تانية تبينها، اتفقنا؟ ده البيشنت. طيب الاير ترابنج، وده فيري امبورتنت، الاكسبيريشن مش هيوصل لغايه الزيرو، نورمالي الاكسبيريشن بيوصل لغايه الزيرو، هنا مش هيوصل لغايه الزيرو، وهيبدا مين؟ الانسبيريشن. مش هقدر اجيب الاير تراب، قبل كده كنا بنجيب الاير تراب عشان اعمل ديتكت الاوتو بيب، اعمل ايه؟ احط العين على ميكانيكال فنتليشن وكومبليتلي بارالايز، واحط ثلاثه مش عارف ثلاثه سايكل و20، يعني قصدي مانوفرز كتير قوي. انا بالحاجات دي كلها مجرد ان انا ابص على مين؟ على الفلو تايم كيرف، يديني مين؟ يقول لي اذا كان العين عنده اوتو بيب ولا ما عندوش اوتو بيب. ده مش كده وبس، مش حكايه الاوتو بيب فقط، الريسبونس للبرونكو دايليتورز، ادي مين؟ ادي الاكسبيريشن وادي برولونجد اكسبيريشن، صح؟ اما ادي برونكو دايليتورز، متوقع ايه؟ ان البيك اكسبيراتوري فلو ريت يعلى، صح ولا لا؟ وال بيك انسبيراتوري فلو ريت يعلى والاكسبيريشن يقل، اكسبيراتوري تايم تقل، وبالتالي في ريسبونس برونكو دايليتورز. فلو انا يعني ده من ضمن الحاجات اللي تقول لي في عنده ريسبونس برونكو دايليتورز ولا ما عندوش ريسبونس تو برونكو دايليتورز، اتفقنا يا جماعه؟ خلاص. في حاجه ثانيه، العين الانفيزيمتس ما عندوش البيك اللي بيوصل، بيك اكسبيراتوري فلو ريت دي مش موجود، لوس اوف ذا بيك اكسبيراتوري فلو ريت مع وجود الاير ترابيك مع وجود الاوتو بيب، ده يقول لي ان العين ده مينلي انفيزيمتس مش كرونيك برونكاتيك. الفلو الفوليوم بقى، نيجي للفوليوم. الفوليوم بقدر ان انا اشخص بيه الاير ليكس، التايدل فوليوم اللي بياخده العين. في عندي اكسبيراتوري تايدل فوليوم، هو عاده التايدل فوليوم اللي انا بدي 500 وهو بيطلع لي 350 او 400، في اير ليك موجود فين؟ هل اير ليك موجود فوق اراوند تراكيا؟ هل اير ليك في الكونكشنز؟ كل ده مهم قوي، انا بحاول ان انا ايه اعرفها منين؟ من الفوليوم، من الفوليوم الويف فورم بتاعتي. ده الاكسبيريشن. الفوليوم لا، لوس اوف فوليوم ما وصلتش لغايه الزيرو ليفل برضه، يبقى في عندي مين؟ لوس اوف فوليوم، في عندي ليكج في حته ما، ادور على الليكج ده فين؟ والليكج هيبان اكتر في الفلو فوليوم كيرف زي ما انا بعد شويه. لو انا بمونيتور عيان على ميكانيكال فنتليشن في عيانين الادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم، مفيش عيان ادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم من غير ما اشوف البي في كيرف، بريشر فوليوم كيرف، تمام؟ لان هي الاي ار دي اس او الاكوت لانج انجري اساسا مشكلتها في مين؟ ان في لانج كومبلاينس ضايعه، صحيح مش هيتروجينس، هي هيتروجينس مش هوموجينس، انما مهم قوي ان انا اشوف، لان انا العيانين دول بمانج ازاي؟ بعمل لانج فوليوم لانج بروتكتيف استراتيجي، ده حاجه. الحاجه الثانيه بحط بيب، احط بيب قد ايه؟ كام؟ على انهي اساس؟ مش هينفع الحاجات دي كلها غير بمين؟ غير بالبريشر فوليوم كيرف. وفي نفس الوقت هل العين استجاب ولا ما استجابش؟ الكومبلاينس اتحسنت ولا سوقت؟ برضو عن طريق المين؟ البي في كيرف او بريشر فوليوم كيرف. البريشر فوليوم نورمالي او ده المانداتوري بريثز، يبقى في عندي مين؟ انسبيريشن وبعدين اكسبيريشن، ده الايه؟ ده المانداتوري بريثز او شكل الكومبلاينس او شكل الايه؟ ده الكومبلاينس مين؟ في العيان نورمال اما احط عين على ميكانيكال فنتليشن. طيب لو العيان بياخد سبونتينيوس وانا حاطه على ميكانيكال فنتليشن، ادي الانسبيريشن وبعدين بعد كده هيجي لي مين؟ الاكسبيريشن بعديه على طول. طب لو العيان اسيستد، يعني هو بياخد نفس والجهاز بيديله، لازم يبقى في عنده مين؟ النيجاتيف بريشر الاول وبعدين بعد كده يبقى في مين؟ البوستيف وبعدين يبقى في مين؟ الاكسبيريشن.
يبقى دول الثلاثه نورمال فاريبلز بتاعتي، سواء مانداتوري سواء سبونتينيوس او سواء اسيستد فنتليشن. معايا يا جماعه؟ لا. طيب دول الثلاثه زي ما هم. نيجي بقى للانسبيريشن اكسبيريشنز، ده جزء اذا كنت ابلايد بيب ولا لا. نيجي للنقطه اللي انا بحط البيب عليها، اللي هو في حاجتين اسمها انفليكشن بوينتس، عندي اثنين، لور انفليكشن بوينت والابر انفليكشن بوينت. اللور انفليكشن بوينت اللي هي الجزء ده، انا بحط البيب بتاعي اباف اللور انفليكشن بوينت. البيب في العينين اي ار دي اس او ادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم اباف اللور انفليكشن بوينت، وبالتالي مهم قوي. يعني ما انا احطه، ممكن انا اقعد اتايتريت واحط 5 واحط 10 واحط مش عارف مين. طب ما لو انا عندي عملت البي في كيرف وهو موجود على معظم الاجهزه الجديده وكل الاجهزه، لو انا عملته وحطيته وقال لي ان هو ان اللور انفليكشن بوينت بتاعتي ان البي بتاعي 12 او اللور انفليكشن بوينت دي عند 12 او 13 سنتي، يبقى ايه؟ يبقى انا احط 14. سهل. يعني لو انا قدرت ان انا مين ده اعمل مين، اقدر ان انا احط الايه البيب واقدر ان انا اجيب اللور انفليكشن بوينت. طيب حطيت البيب، العين اتحسن ولا ما اتحسنش؟ تمام، خليها دي عينة سنسيتيفيتي. دي هنتكلم عليها. تمام، مهمه قوي بقى. ده النورمال بي في كير في مين، في عيان مين؟ الفوليوم تارجتد فنتليشن. معايا يا جماعه؟ طيب اما العين يتحسن يبقى شيفتد للليفت ولا شيفتد للرايت؟ يعني هنا ده تشينج، يعني هو الكومبلاينس او ده عباره عن تشينج في الفوليوم يساوي تشينج في البريشر على التشينج في البريشر. تمام، العينه ما يتحسن يبقى التايدل فوليوم اللي هياخده، لو خد هنا مثلا سي 500، لو البريشر عندي بتاعي بقى يعني نورمالي هنا 500 البريشر 50 يبقى الكومبلاينس 10 سي ده، لو عندي ال 500 بقى البريشر بتاعي 30 يبقى الكومبلاينس بتاعتي قد ايه؟ 15 او 20 يبقى احسن. وبالتالي العينه ما يتحسن يخلي الكومبلاينس او يخلي البي في كيرف ده شيفت تو ذا مين؟ تو ذا ليفت اهو، ويسوق شيفت لمين؟ للرايت. يعني نفس التايدل فوليوم اللي بياخده بس اسوشيتد معاه بريشر اعلى، يعني ال 500 بس شيفت معاهم بريشر مثلا 50 60 يبقى الكومبلاينس بتاع العين بقى اسوء. ما انا بتابع العين بكده. طيب لو عندي مش بريشر مش فوليوم تارجتد، بريشر تارجت فنتليشن، ده البريشر وده الفوليوم، برضه هنا الشفتات هتبقى شمال ولا يمين؟ شمال برضه. اما العين يتحسن تبقى ايه؟ يبقى التايدل فوليوم اللي هياخده قصاده بريشر اقل. اتفقنا كده؟ التحسن اعلى. هنا التايدل فوليوم اللي بياخده هنا 400 قصاده بريشر كام؟ 50 مثلا، وهنا 600 قصاده بريشر 50، يبقى انا فيهم ده العين بيتحسن. ما انا بمونيتور الميكانكس بتاعت العين بكده، بمونيتور الادلت ريسبيرتس. انا بعمل ايه في الادلت ريسبيرتس؟ الاي ار دي اس انا بمونيتور. كل اللي انا بعمله بحط العين على ميكانيكال فنتليشن، بس لازم اظبط بقى الميكانيكال فنتليشن، اعمل لانج بروتكتيف استراتيجي، امونيتور اللانج ميكانكس بتاعت العيان، العين بيسوق، العين بيتحسن، الامور ايه؟ هو مش مونيتور غير بمين؟ غير بالميكانكس، والميكانكس سهله والجرافيكس اسهل كمان. لو بس اهم حاجه ان احنا ايه؟ نابلاي. تمام؟ طب العين اعرف منين العين اوفر ديستندد؟ يعني العينه مدي بريشر عالي او مدي تايدل فوليوم اعلى من اللي المفروض ان اللانج تقبله، برضو من مين؟ من البي في كيرف، بريشر فوليوم كيرف. بص الاقي ان هو في اكستنشن كده للحته دي. نورمالي هو مش كده، اتفقنا يا جماعه؟ نورمالي ما عنديش هذا الاكستنشن. انا في الايه الاوفر ديستنشن بيبقى عندي هذا الايه الجزء بتاع الاكستنشن. نيجي للفلو فوليوم لوب، عكس الفلو فوليوم لوب اللي انا بعمله في الفسيولوجي. نورمالي ده الانسبيريشن وبعدين ده الاكسبيريشن. نورمالي بالنسبه لي انا العكس في مين؟ في الفلو فوليوم كيرف بيبقى الاكسبيريشن هو اللي فوق والانسبيريشن هو اللي تحت، صح؟ نفس البارامتر اللي بطلعها من الانسبيريشن من الفلو فوليوم كيرف بطلعها من هنا ان اديشن لحاجتين. تمام، لو عندي اير ليك تايد الفوليوم اللي بياخده ما بيطلعوش، متوقع ان التايد الفوليوم يوصل لغايه فين؟ ان الاكسبيريشن يوصل لغايه الزيرو، بس هو خد 500 بس يطلع لي كام؟ 400. الليك فين؟ ادور عليه. مجرد بس ان انا شفت شكل الكيرف كده بيقول لي الليك هيبقى في ليك، ادور على الليك فين؟
بس سو سمبل. او مش الليك بقى ده الاير ترابن كمان لو ما وصلش لغايه الزيرو الاكسبيريشن يبقى في عندي مين اير ترابن في او تو بي يبقى هنا يعني التو اكستريميتيز البي الاير ترابن واللي بقدر بس من الكيرف ده اقدر ان انا ايه لو في عندي سكريشنز او الاير واي الاير واي ريزيستنس لو في ريسبونس برونكولايتورز تقدر تعمل لو في سكريشنز شكل الكيرف عاده مش السكريشن اثناء الاكسبيريشن ما هو شكل الكيرف ماشي شكل الكيرف بيبقى كده نورمالي هو كده شكل الكيرف ابص الاقي ان هو ايه في سكريشن اثناء الاكسبيريشن مش اثناء الايه الانسبيريشن يبقى ده اقدر ان انا من الفلو فوليوم لوب ومن البريشر بي في كيرف ومن الجرافيكس العاديه خالص اقدر ان انا اقول العيان ده ماشي كويس على الفنتليتور ان فريش كويس واقدر امونيتور العيان بيتحسن بيسوق لغايه اما ايه اشوف لو بيتحسن ايه الدنيا يبقى انا ماشي كويس لو بيسوق اعمل حاجات مختلفه شويه تمام بتيك هوم بوينتس فنتليتور واي فورم اناليسيز انتجرال انتجرال كومبوننت في المانجمنت اوف ميكانيكال فنتليتور ومعظم الفنتليتورز الجديده كلها عندها الايه الجرافس اللي موجوده بتاعتها وبالتالي بس مستنيه ان احنا نابلاي ومش نابلاي بس نابلاي ونحسن ونقدر نبريدكت البيشنت فنتليتور اسينكري ونقدر نبريدكت حاجات كتير منها ديفلوب هابت اوف لوكينج ات رايت واي فورم فور جيفن مود اوف بيشنت لازم كل ما تخش على الجهاز خش والعب فيه واعمل وشوف المشكله لو انا عندي سكريشنز في الـ في الـ في التيوب ذات نفسها ممكن يبقى شكل الكيرف ايه لو انا عندي لا اقفل الامبول يعني مجرد بس ان انا عندي الجهاز واحط عليه التيست لانج واشتغل بقى ادوس لو عندي كومبلاينس اعمل من بره يبقى شكله ايه بحيث ان انا يبقى ده بالنسبه لي بالظبط ترند عادي خالص always look at inspiration or expiration component of flow time waveform do not hesitate to change the scale لان هو بيبقى عندي السكيل بتاعتي من 6 12 24 كل ما اقلل السكيل كل ما يبان الكيرف اكتر كل ما ازود السكيل لو انا عايز شكل الكيرفات اجماليا and thank you شكرا جزيلا دكتور مصطفى على such a comprehensive lecture اعتقد الاسئله هتبقى في الاخر مش كده تمام دلوقتي استاذ الدكتور محمد الجندي استاذ مساعد الرعايه المركزه طب عين شمس وهيكلمنا عن the ventilation of ARDS patients.